سطور مباراه سموحه وانبي بتقول ان سموحه بيفوز بهدفين مقابل هدف، هدف في الدقيقه 19 ناصر ماهر، وهدف في الدقيقه 73 حسام حسن، والهدف الوحيد لانبي محمد شريف من ضربه جزاء في الدقيقه 43. الانذارات لحسام حسن اللاعب وحسام حسن المدرب والهاني سليمان حارس المرمى. التغييرات، ثلاث تغييرات لسموحه، محمد نادي بدلا من شريف رضا الدقيقه 53، محمد ترهوني بدلا من حسام حسن في الدقيقه 75، وكريم يحيى بدلا من فوز الحناوي في الدقيقه 90. اما تغييرات انبي فجاءت، عرفة السيد بدلا من محمود صلاح في الدقيقه 38، محمد بسوني بدلا من عمر فتحي في الدقيقه 74، واحمد شكري بدلا من اشرف رؤى في الدقيقه 78. كابتن عبد الظاهر، دي سطور المباراه، لكن احداثها نفسها شايف انه النقاط الثلاث ذهبت لمن يستحقها؟ طبعا ذهبت لمن يستحقها، واللي لعب صح واللي كان عاوز اكتر. نعم، لكن عايز احيي الفرقتين للروح. نعم. للروح اللي كانوا فيها. فعلا الفرقتين كانوا فعلا روحهم عاليه جدا جدا. الاثنين في الشوط الثاني، يعني الاولاني ما كان كابتن علي كان بيوازن اموره، لكن في الشوط الثاني فعلا كان عايز يكسب، وكان قريب جدا انه يتعادل على فكره. لكن الفرقتين روح عاليه جدا. الكابتن حسام كمان دفع بمحمد نادي في الباك رايت بدل شريف رضا، وده بيدل ان انا ما عنديش حد اساسي وحد انت ما نفذتش الشوط الاولاني، خلاص انا على الدك، خلاص لازم يكون موجود الراجل الثاني. ومحمد نادي عمل جبهه كويسه جدا من ناحيه اليمين. الجون بقى كابتن، جون حسام حسن. نعم. الرهيب اللي انا يعني بشيد بيه كتير جدا، من الاجوان فعلا هتفضل في الذاكره على طول.